كل واحد فينا عنده صندوق الأسود، هيبقى شيء سيء جدا لو حد عرف جواه ايه. المرات اللي قبل كده لما كنت بندمج في العزف كنت بشوف حاجات غريبة قوي حواليا. قاعدين بقى في موضوعاتك اللي ما بتخلصش دي يا نغم. بس اللي انا متأكدة منه ان في حاجة كبيرة قوي وراها. انا مش هقعد مكتف ايدي واتفرج على اللي بيحصل في البلد دي. الموضوع كبير قوي يا نغم، كله تحت السيطرة. واحنا مش قلنا كل واحد يبص في ورقته ولا ايه؟ يا ريت الزمن يرجع بيه تاني، حاجات كتير قوي ما كانتش هتحصل.